كنت عامله كورس البنوتة في سن الاقبال على الجواز، وبنوته فيهم سالتني وايه السن المناسب اللي اختاره لشريك حياتي. بصراحه انا فكرت ارد عليها اقول لها ايه، بس لقيت انسب اجابه ان انا ارد عليها هو انه انسب سن تقدري تشعري معاه هو السعاده، هو السن اللي تشعري معاه ان الراجل نضوجه العقلي اكتمل عشان تشعري بالاستقرار. بس شرط ما تجيش تاخديلي راجل اكبر منك مثلا بخمسين سنه جده وتقولي لي اصل انا حاسه ده باستقرار. لا، احنا ندور على الراجل اللي نشعر معاه بتكافؤ سني وتكافؤ عقلي وبالتالي نشعر بالاستقرار. لكن ما ينفعش نجيب بابا جده ونقول احنا حاسين بده بالاستقرار معاه. مع احترامي لعدد كبير جدا انه بيختار فارق السن الكبير عشان يشعر بالاستقرار، بس دي حالات انا بعتبرها اكسبشن، لان هي فيها الست بتبقى نسبه الوعي عندها بتبقى كبيره عشان كده بتختار راجل كبير عنها في السن. لكن غير كده النورمال الطبيعي ان انا بختار راجل مناسب عمرا، مناسب نضجا للعقل، فبالتالي بيؤدي للاستقرار.